على مدار عشرات السنوات وضعت الجماعات المتطرفة بصمتها في عمق المنطقة العربية، وخلقت حواضنها الشعبية والسياسية والاجتماعية، وأشعلت نيران الفتنة بين أتباع الخلافة الدينية وأنصار الدولة المدنية. من المواجهة المسلحة إلى المراجعة الفكرية، معركة وعي، نستعرض معا تاريخ الجماعات الأصولية والتيارات السلفية بكل جرأة بدون حسابات. نقدم بالوثائق أسرار وحقائق عن سيرة ومسيرة أمراء الدم. انتظرونا في لقاء أسبوعي في المسودة مع عمرو فاروق.